باب من الشرك الاستعانة والاستعادة والاستغاثة والشفاعة. هذه الأشياء بابها باب الدعاء، يصح أن تطلب من المخلوق فيما يقتل عليه بشروط أربعة: حي وحاضر وقادر، وتعتقد أنه سبب. هذا الأخ أقول له أعطني كاسة ماء، يصح؟ ننظر: حي نعم، حاضر نعم، قادر نعم، ما شاء الله يتحرك. سبب يعطيني هذا أو يعطيني هذا، لا إشكال، أو أنا أقوم أخذ الماء. هذا الأخ طريقة في البحر وينادي هذا على الشاطئ، يقول يا فلان أغثني، أو يتصل مثلا على خبر السواحل عندنا، أو مثلا يتصل على الدفاع المدني. يصح إذا توفرت الشروط الأربعة، يصح. لكن ينادي غائب، هو هنا في السعودية ينادي الولي الذي في الهند، شرك أكبر، أو ميت، أو إنسان مشلول لا يسمع يقول أغثني، شرك أكبر، أو يعتقد أن بيدي جلب المنافع ودفع المضار. إذا أخذنا الاستعانة والاستعادة والاستغاثة والشفاعة، يصح أن تطلب من المخلوق فيما يقدر عليه بالشروط الأربع: حي وحاضر وقادر، وتعتقد أنه السبب. باب من الشرك الاستعانة بغير الله، والثاني أن يستغيث أو يدعو. لماذا؟ لأنه يريد أن يبين لك أن الاستعانة واستعانة واستغاثة وشفاعة باب الدعاء. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق. تقديم من حق التأخير، فابتغوا الرزق عند الله، هنا قدر. لماذا؟ على دليل على الحصر. لا تبتغي الرزق إلا من الله. لا تقول ماذا صنع لنا الحكام، أين العروبة، أين الخليج، العلماء. لا، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله لا عند غيره الرزق. ثم قال سبحانه وتعالى: واعبدوا. لماذا؟ لماذا جاء بالعبادة بعد الرزق؟ لأن العبادة سبب لفتح باب الرزق. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل ما شاء الله خيرات. صح، تمام. واعبدوه واشكروا له. لماذا؟ لأن النعمة ابتلاء، امتحان، تشكرها أو تكفرها، وقليل من عبادي الشكور. بهذا تم القسم الثاني. نعم، ماذا أخذنا؟ من يعيد لي هذه الأبواب؟ لا إله إلا الله. ها أخواني، ها الشيخ أنت هنا. الباب الأول قبله من الشرك، وقبله لا حد يتكلم. اخوان تفسير التوحيد، وفسر التوحيد بضد الشرك في الدعاء والشرك في المحبه والشرك في الطاعه والشرك في النيه والاراده والقصد. وباب من الشرك ما له الحلقه والخير. قلنا اذا اعتقد تاثيره بذاته الشرك اكبر، اعتقد انها سبب وليس بسبب اصل، تمام. وثم قال باب لماذا لم يقل من الشرك؟ لأن الرقية شرعية وشركية. الشرعية تكون من الكتاب والسنة وبإسماء الله وصفاته، كلام معلوم مفهوم مسموع باللغة العربية. الثالث نعتقد أنها سبب، اختل شرط شركية. والتمائم كلها من الشرك، إلا ذكرت من القرآن فهي محرمة، لدخولها تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم من رقم التمائم وكراهية السلف باب شرط وامتهان القرآن. بعده التبرع شرعي وحسي. لا، مشروع وممنوع. ممنوع شرك أصغر، المشروع حسي كتب الأئمة، أو شرعي الصلاة في المسجد النبوي في المسجد الحرام تابع بين الحج والعمرة، الصلاة في مسجد قباء. صح، تمام. بعده الذبح لغير الله محبة وتعظيم الشرك أكبر. ولا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، ولا نكفر سواد اهل الباطل. والاستعانه والاستعاذه والاستغاثه والشفاعه بابها باب الدعاء، يصح ان تطلب من المخلوق فيما يقدر عليه
بشروط أربعة: حي وحاضر وقادر، وتعتقد أنه سبع. ذكر المؤلف فائدة مهمة جدا في باب التبرك، قال أن المنتقل من الباطل، الذي ينتقل من الباطل، وهذا اللي قلنا لكم قبل قليل، بعض الناس يتوب يكون على مذهب ضلال، إمام عند علماء الضلال، ثم يتوب يهديه الله سبحانه وتعالى ويتوب، ثم يؤلف في معتقد هؤلاء الباطل. نسمع له؟ لا. من يقول هذا؟ أئمة الإسلام يقول هذا. يقول هو رحمه الله في المسائل أن المنتقل من الباطل، لأنه قال ويحتج لماذا؟ ونحن حدثاء عهد بكفر بالشرك. قال المنتقل من الباطل لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من الباطل، فلا نقرأ له. اقرأ شيخ الإسلام يا صح، لماذا تقرأ؟ قال هذا يعني شيخ الإسلام لا يعني. ولهذا الآن ينزل كتاب أو أشرطة حقوق النسخ محفوظة والطبع الأولى وكذا وكذا، لا تقرأ، لا، إن كان كتب من شيخ الإسلام أحسن لك والله صح، وارتاح، لا إشكال تحمل الكتاب هكذا، يرى الناس ما في إشكال صح، أما دخل الكتاب تحمله هكذا تخطيه، لماذا؟ أحسن ارتاح من الجميع. الطعن الذي يطعن في الصحابة رضوان الله عليهم فقد طعن في الله وفي دين الله وفي رسول الله عليه الصلاة والسلام، وطعن في الصحابة. أي إنسان يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليه فقد طعن في الله وفي دين الله وفي رسول الله عليه الصلاة والسلام، وطعن في الصحابة. طعن في الله سبحانه وتعالى، لأن الله اختار سبحانه وتعالى لصحبة النبي عليه الصلاة والسلام ورضي عنه، ولا يمكن أن الله سبحانه وتعالى يختار لهذا النبي صلى الله عليه وسلم إلا خيرة القوم. طعن في دين الله، لأن لو طعن بهم معنى هذا نقل لنا الدين من أناس فيهم. الثالث طعن في النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المرء على دين خليل، وقال لا تسبوا أصحابي، وطعن في الصحابة هذا واحد. ماذا تصنع؟ انتبه، معتقد أهل السنة والجماعة، معتقد أهل السنة والجماعة ألا نذكر الصحابة إلا بخير. لا تقرأ، لا تسمع، لا تتكلم، سلامة إيش؟ قلوب والألسنة. يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله: لا يجوز القراء في الكتب المؤلفة من أهل السنة والجماعة التي ذكرت ما شجر بين الصحابة. من يقولها؟ بن عثيمين رحمه الله. لأن الله سبحانه وتعالى لا يسألك يوم القيامة عن الفرقة الباغية، لا يسأل، لكن سائلك الله عما تعتقد في قولي والذين جاءوا من بعدي، وسائلك الله عن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي. مفهوم؟ نعم.